أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ نحل نموذج امتحان تجريبي في الجيولوجيا والعلوم البيئية. الامتحان بيجي أجب عن 4 أسئلة فقط مما يأتي، بيكون 5 أسئلة. السؤال الأول ألف، تخير الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. الضغط الواقع على شخص داخل غواصة على عمق 200 متر من سطح البحر بالمقارنة بالضغط الواقع على شخص داخل غواصة على عمق 1000 متر من سطح البحر. انت لو قريت السؤال بشكل سطحي هتجاوب غلط، ان في الحالتين قال لي الشخص داخل غواصة، والشخص داخل الغواصة ايا كان البعد عن سطح البحر فالضغط عليه واحد ضغط جوي، اذا في الحالتين الضغط هيكون متساوي. طب لو في الامتحان ما قاليش الشخص داخل غواصة، لو قال لي الضغط الواقع على غواصة على عمق 200 متر والواقع على غواصة على عمق 1000 متر، بالتأكيد يبقى الغواصة اللي على عمق 1000 متر وقع عليها ضغط أعلى من الغواصة على عمق 200 متر، ولكن طالما قال لي الشخص داخل الغواصة يبقى أيا ما كان بعد الغواصة من سطح البحر فإن الضغط هيكون متساوي. نمرة 2، يزداد نحت النهر المجرى عند المنبع. عند المنبع النهر بيكون سريع محتفظ بحمولته وبالتالي بينحت في مجراه أكتر. 3، كل المعادن الآتية يمكن خدشها بلوح المغدش الخزفي عادة. لوح المغدش الخزفي صلادته 6.5، يبقى كل المعادن اللي صلادتها 6.5 أو أقل تخدش بلوح المغدش الخزفي، أما التوباز صلادته 8 فلا يمكن خدشه بلوح المغدش الخزفي. 4، من التراكيب الجيولوجية التي تحدث بتأثير العوامل الخارجية فقط. طالما قال لي عوامل خارجية هي تراكيب بيئية وجيولوجية، يعني تراكيب أولية. لو بصيت هلاقي الطيات والفوالق والفواصل كلها تراكيب ثانوية، أما علامات النيم فهي من التراكيب الأولية التي تحدث بفعل العوامل الخارجية. أخذت أم القارات وضعها الحالي أثناء زمن البليستوسين. اكتب ما تعرفه عن كل ابن. المياندرز، بقول المياندرز او الالتواءات. بيتكون المياندرز او الالتواءات في مرحلة نضوج النهر. ليه في مرحلة النضوج؟ ان في مرحلة النضوج النهر بينحت في الجوانب اكتر من نحته للقاع. ادي النهر اهوت في مرحلة النضوج، اذا نحت النهر في احدى الجوانب بدرجة اكبر من الجانب الاخر فيتكون ما يعرف باسم الالتواء او المياندرز. حركة المياه في البحار. حركة المياه في البحار تتأثر حركة المياه في البحار بالمد والجزر، قرب الشاطئ من المساقط والمصبات، وحركة دوران الأرض، وتغير درجة الحرارة وكثافة الماء. 3، الكيروجين. الكيروجين أو بنسميه الطين أو الطفل النفطي. الكيروجين مادة هيدروكربونية أغلبها من أصل نباتي، بتوجد في باطن الأرض في حالة شمعية، لو سخناها لدرجة 480 درجة مئوية بنجيب منها مواد نفطية، لذلك بتعتبر احتياطي البترول، ولكن غير مستخدم حتى اليوم لأنه غير مناسب اقتصاديا، هنستغله لما سعره ينافس سعر النفط. الانفصام في مستوى واحد. إيه هو الانفصام الأول؟ الانفصام هو قابلية المعدن للتشقق أو الانفصام على طول امتداد مستويات ضعيفة الترابط نسبيا، وينتج عنه أسطح ملساء متسلسلة. في مستوى واحد يبقى عندي الكالسايت في أكثر من مستوى، عندي المايكا انفصام صفائحي والجرافيت انفصام قاعدي جيد. أما الانفصام في أكثر من مستوى عندي الهالايت انفصام مكعبي والكالسايت انفصام معين. جيم، وضح بالرسم الأغلفة المختلفة لكوكب الأرض وعلاقتها بالغلاف الحيوي. تعال نشوف أغلفة الأرض بتترسم إزاي وإيه العلاقة بينها وبين الغلاف الحيوي. أنا برسم جبل وبعدين بنزل القشرة الأرضية، ودي قاع البحر أو قاع المحيط، يبقى ده جبل ودي القشرة الأرضية. وده قاع البحر أو قاع المحيط، وده غلاف مائي، وطبعا ده الغلاف الهوائي،
فين الغلاف الحيوي؟ الغلاف الحيوي يمتد من أعلى قمة جبل لأعمق قاع بحر بينهما حياه، ده اسمه غلاف حيوي. والناس بتنسى ان الرسمه دي مقرره علينا. يبقى الغلاف الحيوي هو الحيز اللي ظهرت فيه الحياه، اللي بيمتد من اعلى قمه جبل لاعمق قاع بحر بينهما حياه. طبعا وقال لي اذكر العلاقه بين الغلاف الحيوي والنظام البيئي. لو انت بصيت هتلاقي الغلاف الحيوي بيضم مجموعه من النظم البيئيه، بيضم جبل، بيضم في القشره الارضيه الصحراء واليابس، وبيضم الغلاف المائي. ووحدة بناء الغلاف الحيوي هي النظام البيئي. ونخلي بالنا من الرسمة دي، مهمة جدا. نمسح. بعد كده اشرح العبارات الآتية: الانقراض بفعل الإنسان يؤدي إلى انقراض أنواع كثيرة، بينما الانقراض بفعل الطبيعة يؤدي إلى انقراض أنواع قليلة. الانقراض بفعل الإنسان أولا بيحدث بسرعة. خلال القرنين 19 و 20 انقرض 45 نوع من الطيور و 40 نوع من السيديات، وده بسبب استخدام الأسلحة والشباك أو الأسلحة المتطورة والشباك. طب ليه الانقراض الطبيعي بيحدث بأعداد قليلة؟ لأن غالبا بيقابل التغيرات البيئية تغيرات وراثية. بيقابل التغيرات البيئية تغيرات وراثية، وبالتالي هيؤدي إلى ظهور أنواع جديدة تستطيع أن تتكيف مع ظروف البيئة. إذا الانقراض الطبيعي ما بيحصلش بأعداد كثيرة، لأن معظم الكائنات تستطيع أن تتكيف مع ظروف البيئة عن طريق التغيرات الوراثية. للطيات مستوى محوري واحد وأكثر من محور. نعم، لو احنا رسمنا طية، نمسح ده، لو احنا جينا نرسم طية تتكون من مجموعة طبقات. الطية دي لها كم مستوى محوري؟ واحد. ايه هو المستوى المحوري؟ هو المستوى الذي يقسم الطية بكل طبقاتها الى نصفين متساويين ومتماثلين. طب لها كم محور؟ قال لي كل طبقة مطوية لها محور. يبقى اي طية يكون لها مستوى محوري واحد، إن هو اللي قسمها لنصفين متساويين، ولكن تحتوي على أكثر من محور. عدد المحاور بيساوي عدد الطبقات المطوية. يعني لو مكونة من أربع طبقات يبقى لها أربع محاور، من خمس طبقات يبقى لها خمس محاور. لأن المحور بقول هو إيه؟ هو الخط الناتج من تلاقي المستوى المحوري مع أي سطح من أسطح طبقات الطية. يبقى أي طية لها مستوى محوري واحد ولكن لها أكثر من محور. نمسح. السؤال اللي بعد كده: للكائنات الحية دور في تفتيت الصخور بالتجوية الميكانيكية. لو احنا جينا نبص في التجوية الميكانيكية هلاقي في عوامل فيزيائية للتجوية الميكانيكية وعوامل بيولوجية أو حياتية. طالما قال لي كائنات حية بيقصد العوامل الحياتية أو العوامل البيولوجية، زي تأثير النبات لما يضرب بجذوره في التربة عند بحثه عن المية يفتت الصخور، أو زي الديدان أو الحشرات لما تحفر التربة فتفتتها وتجعلها عرضة للنقل. يمكن حل مشكلة تناقص الموارد عن طريق ترشيد الاستهلاك. طبعا احنا عرفنا ان احنا استنزفنا الموارد وبنحلها باربع طرق: اما بترشيد الاستهلاك، اما باستخدام البدائل، اما بإعادة الاستخدام، اما بتحويل المخلفات الى موارد. لما اجي اتكلم في ترشيد الاستهلاك
قلنا ان انا بتبع نظام الري بالرش او التنقيط عشان ما اتبعش نظام الري بالغمر عشان احافظ على الميه. وقلنا نعمل عمليه ترشيد للاستخدام الادمي وعدم الاهدار في الميه في ترشيد الاستهلاك ايضا. قلنا نتجنب القطع الجائر لاشجار الغابات، مفروض نقطع ونزرع اشجار بدلا منه. قلنا ايضا نعمل في ترشيد استهلاك البترول. ليه ارشد استهلاك البترول؟ حتى يستمر اطول فتره ممكنه فيعطي فرصه للعلماء للبحث عن بدائل اخرى للطاقه. في ترشيد الاستهلاك قال لي اتباع نظام الدوره الزراعيه. ليه بنتبع نظام الدوره الزراعيه؟ عشان نتجنب زراعه محصول واحد على نفس التربه يتكرر لسنوات متتاليه. ثم ايضا في ترشيد الاستهلاك ان احنا المفروض نعمل عمليه تنظيم لاستخدام المبيدات الحشريه والمخصبات الزراعيه.